حي الله ابو فهد. الله يبارك فيك. وش المقدمه اللي مهب زينه يا ابو عبد العزيز؟ يا حياكم الله جميعا. اللونج هنا تفضل. لا لا لا, لا هذا اللي انا. اسعد الله مساكم جميعا وجمعه مباركه عليكم وعلى اخوي ابو عبد العزيز واخوان اللي حاضرين وعلى اهلنا واهل يعني مستمعين قناه الواقع ومشاهدينا خلف الشاشات. والله يا ابو عبد العزيز انك صادق، انا كل ما اجي مشكله. اقرار الحق فضيله يا دكتوره. طيب شوف، احنا نبي نفهم الحاله الحين، المشكله فيني او في ذهابي الى الواقع؟ والله شوف 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 ممكن طريقكم هو اللي يثير الاحداث، يرفع الضغط، تحط المشكله عليه. يا سلام، وبطالب تعويض لو حطيت المشكله عليهم. احنا الحين جلسنا نبي نعدل التعويض الاول، الحين عود علينا مره ثانيه. والله يا ابو عبد العزيز اذا سمحت لي في ثواني. تفضل ابو فهد. والله كلمتني انت وانا نازل مع القدية، هلا ابو عبد العزيز يا مرحبا، واضحك انا وياه ثواني بدا مشهد دراما يعني ما تنشاف الا في السوني ولا في الجراند ولا في سيارتين، مليئه بالعوائل، مليئه والله بالمسنين، مليئه والله بالاطفال. لا اله الا الله. اللي يسوق هنا شاب واللي يسوق هنا شاب. سيارة اليسار تاهو والثانيه صغيره، والله ان التاهو نبغى يركب فوق الصغيره. لا اله الا الله. انه يلف عليه هذا وهذا ينزل هذا على الخط وهذا ينزل على الثاني على الخط. مشهد مرعب نفسيا. عصريه جمعه المفروض الواحد يقضيها في استغفار. ثاني كلهم اكيد نازلين معزومين على فطور، كانت بتنتهي بكارثه وفيات او نفسيه او امراض او اصابات. يا الربع ما هو معقوله كل الغضب هذا، كميه الغضب عشانك لفيت علي ولا عشاني لفيت عليك؟ طيب يمكن ما درى، طيب خله درى. هل فعل والله الذي لا اله الا هو ان السياره اللي يوكن فيها مسنه انها تصيح؟ والله انها اكبر من والدتي. يعني معناها هذا الابن ما هو فقط ما ضبط انفعالاته، حتى فيها شيء من العقوق. اكيد انها قالت وقف ولا وقف، اكيد انها قالت داخله على الله، يعني تكلمت كلام ودي. ما المشهد كارثي كارثي، لن يعني كلماتي توصفه. سيارة صغيرة مليانة عوائل ومليئة بأطفال، صراخهم طلع من خلف الزجاج. لا إله. وقفت بين الاثنين في حالة ما يعلم فيها إلا الله. يمكن البعض يعتقد وقفت بسيارتي بينهم، خلاص عقب اللف والصدم وصدم 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 صدم صدم عجيب صدم صدم مو بصدم مو بحد يعني بس كذا تمويه. لا 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 مو بحد ابو عبد العزيز، صدم واحد لف على الصبات والثاني نزل نزل عن الخط وبغى يقلب ولف وتعال وصدم. اثار سياره السوداء في البيضه والبيضه في السوداء، شيء شيء. المهم اجي صاحي الا في الرجال موترس. انا الشيطان راكبني، انا قلت قل لا اله الا الله وامسكه والله العظيم على ان الشاب اصغر مني، ولكن والله يا الله اقول قل لا اله الا الله، عيالك يصيحون يا ابن حا والله لا ادفع فلوس. انا اقول له انا بحرق السياره، انا ما ادري ايش بسوي فيه. قلت يا ابن حا استعن بالله، قل لا اله الا الله، والله يا الله نطقها بعد يمكن دقيقتين لا اله الا الله. قلت قال لها انا ما همني، انا ما تسوى صياح عيالي. قلت طيب انت الحين انت تسببت في الصياح، الحين زدتهم زياده. الله يكتب اجرك ابو، انا والله يا ابو، والله يا ابو خالد والله غير العمل اللي ربي يسخرك انك تنهي المشكله يمكن، لكن والله يا ابو خالد غير استشعار المسؤوليه ان الواحد من هالمجتمع ومن هالاهل ومن هالناس. يا اخي من بيزول، من بيشيل بكره المشهد السيء من اذهان الاطفال ولا من اذهان الام هذه؟ اي والله يمكن بكره يجي فوبيا السيارات، ما عاد يروحون سيارات. اي والله اخافهم. قلت انت رايح معزوم على فطور؟ لا ما تذكر الله، انا ما عاد ابي فطور، انا ابي كذا. كلام تجاوز عظيم. هذا بغى يذبحني وانت شاهد. قلت انا شاهد عليك وعليه. شوف المصيبه وشو، جاء شباب اثنين اصغر سنا مراهقين، قالوا حنا نشهد ان راعي السوناتا مخطي. قلت انتم الان ما انتم محضر خير، انا شايف الاثنين كلهم مخطي، كلكم مخطين، انا اشوف عيني. نعم. اتقوا الله ابشركم زانت الامور. وقلت له افزع بفلوسي يا ربي. اتقوا الله وامشوا. وحزت المبروك، المفروض السكينه نازله يوم جمعه وجو حلو ومعزمين على فطور. يا اخي معطيات الشر المفروض تكون تقل. اي والله مو انا خليني اتكلم بجد ابو عبد العزيز، مو معقوله يا الربع يا اخواني يا اخواتي يا شباب،
مو معقولة رمضان بيدخل علينا ويطلع ما غير شيء في سلوكياته، ما هذبنا ما غيرنا. مو بصحيح الإنسان هذا ما يغيرك حدث، ما يغيرك عبر، ما تشوف الحوادث وش سوت بالمسلمين، ما تشوف المشكلات وش قادت، وش مال السجون الآن من قضايا القصاص إلا الانفعالات. والله يا دكتور أنا ترى يعني سوينا دورات كثيرة، كانت لحظة غضب، كان طيب لحظة غضب دي ما تسوي لك كنترول، تشوف العظة بغيرك. مو معقولة أنك كل مرة نفس الانفعال، أقسم بالله كذا يكرهون عيالك الطلعة معك، زوجتك تكرهها، الأم تكرهها، انفعالي انفعالي، وكأنك دائما دائما الآخرين يخطون عليك. يا أخي ممكن أنت سوء إدارتك لانفعالاتك دائما هي اللي تخليك تتجاوز أو تكون حساس في المواقف. مو معقولة كل شيء يستفز الإنسان، الإنسان لازم أن يفكر. قبل لا تبدأ في شيء عبد العزيز، كلام جد، بعض الناس نفس الخطأ يكرر له 30 سنة، يقول أنا رجال انفعالي. اقعد طيب، حصلت نتائج سلبية كثيرة، فقدت علاقات، خسرت دخلت أقسام شراط، خسرت نفسيا عند الأبناء، خسرت ثقة اللي حولك ودهم يطلعون معك، بس أهلك يمكن تخسر، أنت تخسر نفسك، حتى أهلك قاموا يكرهون طلع معك، كل ما جينا نطلع مع بابها سوينا مشاكل. أنت صرت مخيف. آسف أبو عبد العزيز اللي طال. لا لا بالعكس بالعكس والله يا أبو فهد، يعني أشكرك على هذه المقدمة الجميلة، وأشكرك على التدخل اللي كان في وقته، وهذا من فضل الله عليهم، لعله من دعوة حد هالعجائز ربي سخرك لهم وتكون سبب خير لهم. وهذه هي المبادرة الجميلة والعطاء الذي لا محمود لا محدود والغير مستغرب منك يا أبو فهد في وقفتك. وحنا بس على الجمهور كان يضغطنا متى تبدون متى تبدون في مطبخ في شيء، عطونا علمكم